بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتوره ميفت ابو المعاطي. احنا النهارده في مراجعات الماجستير والدكتوراه في دور اكتوبر 2017. بيشرفني وجود استاذي ورائد الالكتروفيزيولوجي في جمهوريه مصر العربيه الاستاذ الدكتور مجدي جلال. واحنا النهارده هنعمل مراجعات للاي سي جي. والاي سي جي هي المراجعات زي ما انتم حضراتكم عارفين لازم هتبقى باسئله واجوبه. امنيه تبتدي معايا الحاله الاولانيه. لازم قبل ما نقرا اي اي سي جي زي ما قلت قبل كده عنوان الكتاب لازم يقرا. This is a 24 year old male patient complaining of palpitation. وجه الاوت بيشنت كلينيك بالاي سي جي ده كان عامله during stress test دي الستيج اوف ريكفري. وكان ده الاي سي جي بتاعه during stress test. امنيه showing the regular non-complex tachycardia with short longer IV tachycardia with pure most probably the atrial tachycardia. ممكن بقى نعمل localization؟ Yes please. طيب هي الدكتورة أمنية فعلا شخصت صح. ده أولا that was induced during exercise عشان كده احنا كاتبين في اللوحة الرسم من فوق مكتوب recovery and Bruce protocol. كويس؟ فلازم انت برضه تاخد بالك ان الاي سي جي ده يا ابني كله هينزل لك على النت ما تصورش يمينا. طب هتجاوب بعدين. فالدكتوره امنيه بتقول this is long RP tachycardia لان احنا زي ما احنا شايفين ان في this is the QRS complex this is tachycardia at rate 173 اهي الرسم بيقول لك recovery من الستريس تيست and she is identifying this retrograde or whatever P wave. She is identifying a P wave. So this is long RP tachycardia. What is your differential diagnosis? هي أول حاجة إنها atrial tachycardia ده most probably atrial tachycardia. ممكن تكون atypical even RT. ممكن تكون BGNRT اللي هي ال resistant junction segregating tachycardia أو women junction segregating tachycardia. لكن most probably لما قلنا atrial tachycardia هعمل localization هقول إن إيه فيها P wave positive فإحنا غالبا حاجة right sided atrial tachycardia. بعد كده انا هبص على الاي فيو ليدز اثنين وثلاثه الاي فيو بوستيف يبقى دي حاجه رايت سايد من فوق يعني من فوق حاجه زي ممكن تكون كريستا او ممكن تكون حاجه زي تراكسبت انيمس بس اكيد تراكسبت انيمس ده اللي في الفيديو. It is right sided atrial tachycardia. هجيب لك الرسم اللي بعده يمكن يساعدك اكتر. اللي حصل هنا دي بقى الرسم اللي فعلا بتشخص بيه وهو during recovery التاكيكارديا وقفت ورجع sinus rhythm. وبالتالي هنا هنلاقي ان this is his sinus so this is his atrial tachycardia beat. ونقارن P wave morphology of P wave axis في lead 1 compared here و lead 2 و lead 3 and lead ما لحقناهاش بقى في AVF. ف this ال that was his Holter نفس القصة. أنا هقول لكم في الآخر العيان ده طلع عنده إيه. نفس القصة الهولتر مونيتور بتاعه 12 lead channel هولتر مونيتور آدي التاكيكارديا وآدي sinus rhythm in a 12 lead channel. هو اللوكاليزيشن بتاعه كان رايت سايد باينة بي ويف نيجاتيف. البيشنت ده طلع عنده اتريال تاكيكارديا وده كوناه من حالات الخبير اخر حاله في الاكاديميه. طلع عنده تو تاكيكارديز اللي احنا شايفينها دي كانت رايت اتريال تاكيكارديا اوريجينيتنج فروم الاستيشن من لو رايت اتريال عند الاستيشن بريدج. كانت اول مره نشوف السايت ده از اوريجين وكان عنده كونسيلد ليفت لاترال اكسس باسوي. فكان ايوه كان العيان الحاله دي هننشرها في الاهرام هيقدمها عمر. فيري رير ان احنا نلاقي اثنين تاكيكارديا في سيم بيشنت. المشكله ان هو كان بيدخل فيها ويخرج اللي كان ات واز انديوسد باي ستريس تيست. وقبل ما نشتغل كنا مجاريين وتحت في الستريس وكانت انديوسد باي ستريس تيست وكان الهولتر بتاعه فيري دايجنوستيك اوف ذيس تاكيكارديا. هو الديفرنشال ديجنوز في اللونج ار بي ايه؟ اللي هي الاوتوماتيك جانكشنال اللي هي تاكيكارديا او اللي هي تاكيكارديا يوزنج الاكسسوري باثوي لوكالايز في البوست ريسبتور ريجن وذ ديكريمنتال بروبرتيز. ده مستوى الدكتوره اللي بيتكلم عنه.
كوميل 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 ده اللي بيخلي البي ويف تبقى ظاهره واللونج ار بي لونج ار بي لونج ار بي تاكيكارديا هنشوفها هنا كل ده لونج لونج ار بي هنا يعني المسافه من الار للبي از لونجر ذان البي للار هنا دي بتقدر تشوفها امتى لما تقدر تو ايدنتيفاي ذا فوكس ان انت تشوف البي ويف هنا في هنا مثلا البي ويف هنا مش قادر احدد الاكس بتاعها يمكن لو لا مش هنا كده اللي قبله سوري بس انا عايز اقول له حاجه يا ميرفت ان اللونج ابيتا كارديا لان انتوا بتشوف البتاع ده سلو فاست وفاست سلو يعني بدل لونج ابي فبتعرفوا ان الاتيبيكال فورم اوف ايدينوبانيك اللي كان دي فاست سلو فاست بتاكتيفيت الفنتري فاست ريتو بريد تاكتيفيت الاتريال سلو فدي من ضمن الفاست سلو تاكيكارديا لان اغلبيه الرياكت تاكيكارديا سلو فاست الايفينوبا رياكت تاكيكارديا سلو فاست بتكونسيد اكسس سلو فاست انما دي من ضمن الاتيبيكال فورم او السيك انومالوس باس واي فاست سلو عشان لما تقروا في الكتب هذا الميكروفون يا عبد الرحمن كمل وده يقول لنا بالنسبه للعيان ده الدياجنوزز اوف اني تاكيكارديا لازم تستعمل كل النون انفيسيف مانوفرز او انفستيجيشنز بيفور يو بروسيد تو ابليشن ذس از افتر ابليشن اند هيز باك تو نورمال ساينس ريزم وعملنا له ستريس تيست افتر ابليشن اند واز نيجاتيف الحاجة الثانية اللي مهمة ان زي ما انتم شايفين ان هي terminated مش بالبريماتيور بيت الري انترنت فورم بيبقى انشيتد بالبريماتيور بيت وترمينيتد بالبريماتيور بيت ولو تلاحظوا هنا بردك تلاقوا ان في ورم اب فينومينا تلاقي ان التاكيكارديا في بدايتها غير في نصها الار ار بتقل في ورم اب فينومينا This is another case of a patient who is 61 years old, non-hypertensive, ischemic cardiomyopathy, ejection fraction 35%, his ECG, his palpitation, Holter monitor ده. The Holter monitor بتاعه, الريزم دي ورا بعضها ودي ورا بعضها, ده 3 lead simultaneous Holter. Anwar. Dr. Anwar Milayam. This is a Holter monitor recording. ما لازم عنوان الكتاب يكتب. Holter monitor recording. اهو كاتب لك. واللي تحت. ايوه. ده حدث واللي تحتيه حدث. جاوب. جاوب عشان اخد غيرك. علق على الفيديو. RR interval. White complex, لا narrow complex. ماشي. ده. جمال. يا ما تقول. في الـ channel Holter monitor. Yes. Showing في حدث الأول sinus rhythm. Yes. بعد كده في attacks of regular narrow complex tachycardia. Yes. أهي. ايه دي بقى ها يلا في اخر سي وي دي بي وي ثانيه ماليش دعوه ايه دي هغششك يا شيخ يلا سهام اطحنيه يا سهام سهام من ليبيا هتقول عنده ايه لونج ار بي يس ايه ده موست بروبابلي اتياتيك يس سير اوكي اولا دي زي ما الدكتور وجدي قال لكم الورم اب هي ابتدت ازاي ابتدت هنا ببريماتور بيت اهي وشايفينها تمام وقفت وبعدين جه ساينس وبعدين جه فايرنج اوف ذا اتريال بيت دي اهي رحمه الله عليه الدكتور ممدوح العاشي كان يقول لنا ايه الطربوش اهو الطربوش اهو استاذنا الدكتور ممدوح العاشي هو اللي علمنا وحطينا على سكه الاندوفيسيولوجي رحمه الله عليه This is the P wave of the atrial tachycardia. دكتور وجدي لسه قال لكم هتخلي بالك ان هي تبقى فيها warm up اهو اهي
وهي وبعدين تلاقي ان هي بتغير لك شكل التي ويف اهي. شوف هنا التي ويف دي مش زي دي مش زي دي. So this is run of atrial tachycardia in this ischemic cardiomyopathy patient. تمام؟ وهو ejection fraction كده. نخلي بالنا بقى ان العيان ده ممكن يجيله اي اف، يمكن، الله اعلم. طيب انا عايزه حد شاطر قوي كده. ايه؟ صلاح. لا انت بقى خلاص. صلاح يقول this is a patient جاي العياده بيقول لك يا دكتور اكشف عليا. تبتدي تاخد منه هيستوري. انت شفت العيان ده معايا؟ لا انت محروم من الميراث. اللي هياخد اكتر من سنتين في التفكير هيترفع. 12D surface ECG demonstrates based yes very good. اول كلمه قالها صح. 12D ECG with a paced rhythm. ماشي paced rhythm. حط القهوه. تسلم ايدك يا سيدي. في ventricular spikes followed by PRS complex. لا انا مش هاكل شوكولاته عشان اعمل رجيم. اللي هيجاوب اصعب سؤال هياخد بار من الشوكولاته. ها صح يا صلاح كمل. انا هشاور على هو اللي هيقوله. انا هشاور عليه. في 3 وبي 4 اهي. ادي السبايك اهي. السبايك اهي اهي اهي. انت ممكن يجي لك العيان السبايكس ما تبقاش واضحه قوي زي ما الدكتور بقى بيقول وروني السبايكس اهي. فانت ما تتسرعش. ذيس از كمان الاي سي جي بيساعدك. الاي سي جي بيقول لك الكترونيك فينتريكولر بيس ميكر وابنورمال ريزم. الاي سي جي القط اي حاجه منه. اوعى الاي سي جي ما يساعدك. وموست بروبلي المكان بيبقى يعني انصح من الدكاتره ساعات اللي ما بنعرفهمش. كل بتوعنا كويسين. تمام. طيب العيان ده انت شفته معايا يا صلاح. السبايكس اهي. يبقى هو بيست ريزم. يبقى اول حاجه ده بيست ريزم. تاني حاجه هسالك ويتش تايب اوف بيس ميكر. ها ويتش تايب اوف بيس ميكر؟ يس في 1 عنده زي رايت باندل لايك مورفولوجي. ايه تاني في الاكسس؟ ها في رايت اكسس نيجاتيف 1. ها او اود اكسس تقريبا. ماشي. ايه تاني يا صلاح؟ اي في ال اخبارها ايه؟ نيجاتيف. ويتش تايب اوف بيس ميكر؟ ايه سي ار تي. مظبوط. السؤال الصعب اللي بعده بس كده ناقص حته للدكتوراه. امنيه بقى. انور انور هيجاوب عشان صح هخطا. يلا قول يا انور. في ابسن في ويف. طيب يعني ايه؟ اي اف. اكسلنت شاطر يا انور. سو ذيس از ا بيشنت هو هاز ا سي ار تي ديفايس ما نعرفش بي ولا دي اند هاز اندرلاين اي اف. اشكركم انكم شاطرين كده اسلكتوا شاطر. نعم. واحنا عرفنا ازاي ان ده سي ار تي؟ صلوحه هيقول لك. قول له يا صلوحه. أول حاجة this is not RV apical pacing. This is not LVV pacing. This is a narrow paced rhythm with an odd axis and right bundle in V1. هيجي فين بقى إن شاء الله؟ هات يا فندم. وبعدين الدكتورة أمنية عايزة تجود وتحسن وتقول إن هي تلمستي صحيح. فبالتالي بتقول لك ده ما فيش بي ويفز. طب ما فيش بي ويفز ليه؟ الاتريا اللي اتنط وفي بي ويف هو مش حاسسها. اما الاوبريتور قال لا يا عم مش عايز افتحك خليك كده وحوله في في ار. ولا العيان من الاصل ما عندوش بي ويفز لانه عنده اندرلاينج اف. اكسلنت. اوكي this is a patient. برضو this is stress test of a patient. جايبلنا الرسم ده. ده واحد ده معمول سنة 80. I like this. دي معمولة في معهد ناصر. الست ساعتها كان عندها
60 سنة هي she came to the clinic yesterday تمام؟ وبعدين ده الرسم بتاعها. She was doing stress test في معهد ناصر stress سالم دي أم صاحبتي وكانت بتشتكي chest pain وبعدها تعمل stress test. This is مينا جو. آدم من الزمالك. حركة الستريس تيست قبل ماشي في اي سي جي هي نفس العيان والرسم اللي بعده. دي ست كان عندها 60 سنة بتبكي تشيست بين بعتها معهد ناصر تعمل ستريس ثاليوم فعملت الرسم ده وحصل لها كده بعديه. اي بص حضرتك الرسم بيقول لك ستريس تيست تمام والبروتوكول ومش بروتوكول معهد ناصر اهو يلا ادي 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 ده ثم ده ايه ده وايت كومبلكس كارديال ريجولر. انا رايي ان هي نص التوب يكون في دي عشان اول حاجه في تشنج في الاكسس والاي في ار بوزيتيف. خطا شائع خطأ شائع. وانت اسمك دي محمد ولا اسمك ايه؟ انت اشعاع مش انت اشعاع؟ لا مش اشعاع. لا انت مش ده اشعاع؟ مش ده اشعاع؟ مش ده اشعاع؟ انا فاصحى ده انت مين؟ محمد اشرف. اه اللي حضرت فرحك؟ محمد اشرف اللي حضرت فرحه معدي العسكري صح؟ ايوه. طب قول يا اشرف ده ايه؟ انت كنت بتجاوب صح؟ تاكيكارديا ديبندنت. تاكيكارديا ديبندنت. صلح الترمينولوجي. خد بقى قول الحلو بقى. ايوه which bonded branch block انت عندك 12 دي سي بالظبط. This is rate dependent left bonded branch block. وتفتكر الست دي طلعت اسكيميك ولا ما طلعتش؟ انا هعمل سلسله ما طلعتش اسكيميك. في الريسنج في الريسنج ستيج الهارت ريت رجع نورمال خلاص. طب حركه الاكس لا استنى فين بقيت تعالى يا ابني تعالى انا عملت حاجه غلط احنا لسه قدامنا ياما. ده لذيذ قوي. ده جالي الاي سي جي ده على الواتساب عشان كده شكله مش باين. ده شاب عنده حاجه 30 سنه جاي الامرجنسي روم وذيس اي سي جي هيمودايناميكلي انستابل. انت عايز ايه؟ تعالى هنا مالكش دعوه حركه انت قصدك على الحاله اللي قبلها. انا مش عارفه اجيبها. لا مش هضيع وقتي في عندي حاجه ثانيه بعدين اشرحها لك. قوم تعالى لي ايمن بس ما تصعبش الدنيا عليا. ايه طب تعالى يا بس يا محمد عشان هم مصممين يشوفوا الاي سي جي القديم. حاضر ده اصعب ده. طب ماشي كده يعني ايه اللي نططني بس البتاع بس ترجعني على ده عشان ده احلى واحد في القصه كلها. هم دول مفهومش اهو جاب ده ليفت باند البرانش بلوك. اف يو لو انت عايز تصدقني او ما يعني ان قبل كل كيو ار اس كومبلكس ذير از ا بي ويف تمام. اهي اهي اهم حاجه في الاستريس تيست انت ايدنتيفاي ذا بي ويف. احنا شفنا كذا ستريس دلوقتي. ستريس جاب لك الاتر تاكي كارديا وستريس جاب لك الليفت باندل برانش بلوك ريت ديبندنت الليفت باندل برانش بلوك. طيب ليه هي ليفت باندل؟ عشان هنا لو بصيت على في 6 تلاقي الار اللي هي الام شيب ليد 1 ممسوح مش مساعدك. هو ليد 1 وليد 2 الست بتجري اتز ال حد يقول الديفرنشال قول يا وانا انا شايفه ده انا شايفه هقول لوج اوبيتا كارديا ريجولار وايت كومبلكس كارديا لوج اوبيتا كارديا ممكن اقول لها مثلا ايتال تاكي كارديا ومعاها باند برانش بلوك ان اتري تيمز ابان كوندكشن. بس انت عارفه ان الست بتجري بالظبط يعني انت انا حطيت لك الاي سي جي النارو اللي قبلها اللي هي اهي قدرت تو ايدنتيفاي البي ويفز بتاعتها وان الست دي في الاستيج ده وصلت هارت ريت 135 واللي بعده بس مش باينه 140 150
فابتدت البندل تبان. وبعدين انت بتجري الست بتبص ابتدت الدنيا تهدى، ما انت بتقعدها. تعالى يا ابني انا بعمل حاجات غريبه كده، بتقعد الست اهي بتهديها، بتلاقي التاكيكارديا بتهدى، البندل بيختفي. اوكي ده بقى اللي هياخد فيه شوكولاته دي. صابرين جايه العياده وهي مركبه بيس ميكر في السعوديه، انا بقول لك اهو، وجايه لي بالاي سي جي ده. تملي ابدا انتروجيشن اوف ذا بيس ميكر بيفتح لك القصه. انتروجيشن اوف ذا بيس ميكر يفتح لك القصه. لو اخد بالنا ان انا كاتبه بيفور دي سوك يبقى انا شفت حاجه، صح؟ انا بسهلها لكم لان هي فعلا صعبه وانا ما عرفتهاش. انت التملي احنا بنيجي العيان جاي عياده البيس ميكر فولو اب، يلا يا عم اقعد على المكنه، يلا حلو مع السلامه. اهتم ان يبقى العيان ليه اي سي جي لازم، عشان ممكن يجي لك والبروجرامر مش موجود تقوم تعرف تشخص بيه، او ان انت تبقى بتعلم نفسك. انا بتعلم من البروجرامر، انا بتعلم من الاي بي اس الاي سي جي. الاي سي جي ده المحصله النهائيه اللي اي واحد فينا هيعدي عليه العيان الاي سي جي، لكن ان انت تقراه وانه يكلمك ويقول لك هو ايه، استعين بالانتراكاردياك. امال العيان الانتراكاردياك انا عرفت منين ان هو ان هي الفوكس؟ انا شخصيا ما عرفتش احدد الفوكس قبل ما اشتغل. انا قلت ان هشوف الانتراكاردياك بتاعته ايه كويس. فانت الالكتروفيزيولوجي هو النظره العميقه من الداخل. البروجرامينج البروجرامر والانتراكاردياك والابيسودز بتاعت العيان بتاع الديفايس هي بتعلمك الاي سي جي التانيه لانها بترى من الداخل. ايه اللي خلاني احضر الست صابرين دي الديسي شوك واديت لها فعلا ديسي شوك؟ ايه اللي عندها؟ يا دي النيله انت ساقط ساقط خلاص، اوعى تخش يا شوف خلاص. انا لا في حاجة عندها أكيد، أنا مش هكتب لكم وأسيب لكم دي كده يعني. لا إن أنتوا كده فارس أكيد الست. أنا ممكن دي عجزة دكتور يعني، مش علامات البرادي كارديا يعني. طب وبرادي كارديا دي دي الشوك إيه يا جدعان؟ هنا ههبل ها؟ إيش بيويبس؟ سهام رحومة. أنا بس سعيدة جدا بيك يا سهام، وشكلها هديك شوكولاتة. يلا قول يا سهام شايفة إيه؟ شايفه البي ويف يعني ايوه هي البي ويف بتاعتها. انا هقول لكم بقيه قصه العيان، انا كنت مخبيها. بس الست دي كانت عامله في السعوديه مايترال فالف انتراكاسبيد فالف ريبير، وبعدها حصل لها حاجه ركبت عليها بيس ميكر. ايه الحاجه دي يا سهام؟ لا ايفي بلوك ازاي؟ لا ايه حاجة اللي بتحصل ممكن راكب عليها بيس ميكر؟ تبقى حاجة تنزل ساينس نود 6 ساينس سيندروم. ولما جت للعيادة وقريتها بالجهاز لقيت ان عندها اتريال فلاتر، ليفت اتريال فلاتر او اتيبيكال فلاتر، فلقيت ان عندها ذيس از بي ويف، ذيس از بي ويف. والست كانت مش مبسوطة من الريزم ده فكانت ماشية على كوردرون، وهي الاتريال كيك كان مهم بالنسبة لها، فرحت عاملة لها سيديشن وديت لها ديس شوك كويس. وبعد الديس شوك اللي انت شايفاه سهام ده بعد ما خد الديس شوك ليلى؟ لا مش ليلى. اتريال سبايك فولود باي نيتف كوندكشن، لان هي ساينس نود ديزيز 6 ساينس سيندروم بوست اوبرتيف، والساينس نود بتاعتها نامت خالص. ففي السعوديه بعد ما عملوا لها كده، هي ست حكيمه، لا في الكويت اسفه، ست حكيمه تقيله يعني كويسه معاهم بقالهم سنين، فراح مركبين لها دول تشامبر بيس ميكر. ولما جات لي وقريتها بالديفايس انها اتريال فلاتر وقالت لي لا انا مش مبسوطه انا اهي. بص خلي بالك البي ويف اهي والبي ويف اهي، ولقيت ان هي اتريال فلاتر على الانتراكاردياك ريكوردنج بتاعها اديت لها دي شوك، ولما رجعت اتريال بيست نيتف كوندكشن ومشيناها على الكوردرون بيكوز شي وونتس هير هارت تو بي كنترولد.
there is no indication for ablation للست دي لان دول بيبقوا روماتيك ويبقى صعب جدا الكوي فيها. ودي دي دي مرمت ولا ايه؟ هي عندها دي 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 بيس ميكر، بس اللي احنا شايفينه ان هي كانت مركبه ميترونيك في الخاصيه اللي هي بتاع مينيمال فنتريكولار بيسنج اللي هي اسمها ايه امنيه بتاعت ميترونيك اسمها ايه؟ مينيمال فنتريكولار بيس اسمها ايه؟ اللي هي الاي اي دي بالظبط. فبيخلي العيان على النيتف كوندكشن عشان يمنع الديليتيريوس فنتريكولار بيسنج. That was a nice case. كتبت لكم مايك. This is another ECG ليها لما التاكيكارديا بتبقى سريعة شوية، ودي يمكن بقى وضحت لنا الفلاتر بتاعها. الهارت ريت الهادي كان لان انا كنت محضراها بالكوردرون عشان تبقى فور الكتف كارديفيرجن. فدي عيانة هي نفس العيانة صابرين عاملة مايترو تراكاسبيد ريبير وجايالي بالاي سي جي ده في العيادة وهي مركبة الديفايس. حطيت الانتروجيشن لقيت ان this is atrial flutter with 2-1 او 3-1 حتى conduction heart rate 100 لان هي برضو عندها ايفلود بتاعتها مش قد كده. فديناها الميديكيشن وحضرناها وهي انتي كواجليتد والاين ار بتاعها مظبط، فبالتالي خدت دي شو اتيبيكال اترا فلاتر. اتيبيكال اترا فلاتر ما اعرفش بقى هي اتيبيكال فلاتر لان هي ميترال فالف ديز في 1 ايوه هي فعلا انفرتد. لو جبت لحضرتك الاي سي جي الاصلي اللي هو الهادي اللي انا اديت عليه الدي سي شوك اللي هو القبل ده، هو ده اهي زي ما حضرتك شايف البي ويف انفرتد هنا وهنا وهنا في 2 و3 و اي في اف و ابرايت ان في 1 هي كما لو كانت اللي هي التيبيكال بس طبعا لان هي عامله ميترال وتراكاسبيد ريبير والاستراكشر بتاعها مش نورمال، فانا ما كنتش بالشجاعه ان انا اقول لها تعالي مكويلك عامله. يعني احنا عارفين ان الروماتيك بيبقى الحاجات دي فيه مشكله في الكولايزيشن في الناس اللي عاملين ميترال او عندهم تشينج في الميت ايزيا. فارس ادي الدكتور مايك. طب اتكلم المايك اللي عند حضرتك يا دكتور. يعني المشكلة يا جماعة في الكوريزيشن في الجيت الفلاتر سواء رايت أو ليفت هم الناس اللي هم عاملين أي بروسيجر في الليفت سايد، يعني المايتر فالف بليسمنت والإفكتش في الليفت إيتيا والفايبروسس بيخلي شكل الفلاتر ويف في الإيت الفلاتر في الليفت سايد مختلف تماما، واللوكاليزيشن بتاعه عشان السكارز اللي موجودة في الليفت إيتيا أو يكون عامل عملية أو يكون عامل أي بروسيدر في الليفت ايتر بيخلي الفلاتر ويف تبقى مختلفه عن السيتوس ابيرنس اللي احنا متعودين عليه، بتبقى زي الفاين ايتر فابريشن زي الكورس فابريشن تبقى زي الفاين. فاللوكاليزيشن بتاعه عشان تعرف بوزيتيف ولا نيجاتيف بيبقى اللوكاليزيشن بتاعه فيري ديفرنت. فلما نلاقي ايتر فلاتر بالصوره دي نتوقع نركز عشان نبحث ان هو ممكن يكون ايتر فلاتر واحدة عاملة انترسيبت ديفكت، واحدة عندها سكار نتيجة لونج كروماتيك افكشن، فناخد بالنا بس. شكرا لحضرتك دكتور وجدي. انت كنت جبتي التكرار ده كده سريعة قوي وبعدين فوتيها يعني. ليه؟ دي اللي هي ساعة ما جايبة تكرار ده كده وقت لا لا ما هو جابها في الآخر هجيبها لكم. تعالى هاتها لي يا جمال، كانت جميلة قوي قوي. أما عشان كده قلت له مش عايز أرجع عشان بس الوقت ما دهاني. هات لي اللي هي من الآخر قبل الأخير هتلاقيها. أيوه دي. طيب سعيد تاني دفعته وزينة شباب عين شمس تالت. أمال مين التاني؟ أنت؟ الحمد لله. ده عمك عبد الهادي رايح الامرجنس روم شاف سيادتك قال لك رحت عامل له اي سي جي قال لك انا مش قادر اقف انا مش عارف ايه وسويتنج ومفيش بلاد بريشر، قمت مديله دي الشوك. يا ترى ده كان عنده ايه؟ عشان اوريك بعد ما اديت دي الشوك حصل ايه. ده 12 ليد سيرفيس اي سي جي يس شوينج وايد كومبلكس ريجولار تاكيكارديا يس يا ليد 1 نيجاتيف وذ رايت بندل مورفولوجي يس ايوه يا بيه ده بالهاس دي ولا ايه؟ طب ماشي
هي رايت باندل مورفولوجي وانا بشايف دي ويفز موست بروبلي فنتريكولار تاكيكارديا. رحومه انت الجواد الفارس بتاعي ولا تشوف حد من ايمن؟ يلا انت كنت مسجل ايه في السوري؟ خليك الاخر. اللي هياخد اكتر من ثانيه في التفكير وريني احمد جمال. يلا يلا يا عم قول حاجه. احمد جمال اول دفعته وزينه شباب عين شمس. اهو ابتدى يفكر حلو. ليه تو فعلا اهي انا شايفاه. اول ما شفت الاي سي جي ده بصيت this is white complex tachycardia. الهارت ريت تقريبا وصل على 200 كويس 200 وحاجه كمان. وانا شفت ريتروجريد بي ويف فتحت لي سكه التفكير صح. ادي اول خطوه. ها غيره ودي شورت ار بي. شورت ار بي تاكيكارديا صح. ها اكسلنت انتي دروميك تاكيكارديا. لسه الاجابه ما خلصتش. لسه الاجابه ما خلصتش. ذيس از انتي دروميك تاكيكارديا. طيب عن طريق ايه؟ اكسسوري باسوي. هو فين؟ سعيد ايه صحح اخطاء. يا سلام بقى انتي درومك بتقول لك انا اهو نازله من الاكسسوري باسوي فولي بري اكسايتد وتقول لي فين يا امنيه عفاف؟ خدي الامنيه هتجاوب. خلصيها يا امنيه. يعني تو ار بي 1 ده حاجه ليفت سايد. ايوه. بعد كده هبص على اكس 2 وده هيقول لي اف بوزيتيف يبقى ده حاجه انتيريور غالبا ده ليفت انتولاتيرال او ليفت انتيريور اكسس باثوي. طيب وسهام رحومه هتاكد على كلامك وتقول لك لا مش بس كده ده في كمان حاجه الدكتور وجدي خد باله منها في ليد 1 واي في ال تاكد تشخيصك يا دكتوره امنيه. ايه هي سهام رحومه؟ علي حسك. ايوه نيجاتيف في بالظبط نيجاتيف كيو اس او كيو اس او نيجاتيف دلتا ليد 1 اند اف ال دي تحلف بيها انها ليفت انترولاتر اكسسوري باسوي. سو ذيس از انتي درومك تاكيكارديا يوتيلايزنج ليفت انترولاترال اكسسوري باسوي. والدكتور جمال اول دفعته وزينه شباب عين شمس قال لك ده انا شايف ريتو بريت بيوف وده اللي فتحت دي فتحت مفتاح الحاله اللي خلتني اقول بيها اكيد. وبعدين خد الديس خد الديس شوك قام جبنا لك يا اخويا الريسنج اس جي اللي انت نفسك فيها. سعيد هتشرحه ولا امين اشرح؟ اشرحي بسرعه. اوكي ده 12 بي سيلز اس جي. تعالى بقى شوينج مانكس بيك سايديشن ريليتد ذا بريزنس اوف ليفت لاترال او ليفت انتولاترال اكسس باث واي. في 1 عندنا بوستل وعندنا اهي بوستل وعندنا واحد كوميتي نيجاتيف. هنتكلم عن ليفت انتولاترال اكسس باث واي. طب اول ديتا وايف باينه في 5 اهي ادي في 1 اهي كومبليتلي بوزيتيف نيجاتيف دلتا ويف ان اي في ال 1 وبوزيتيف في دول يعني ده ليفت انترولاترال او انتيريور اكسسوري باسوي. وننزل بقى على الاي سي جي الجميل بتاعه اللي فتح لك القصه هتمكفون اللي فتح لنا قصه التشخيص ان دي انتي دروميك تاكيكارديا. انتي دروميك تاكيكارديا التاكيكارديا نازله من الاتريوم للفنتريكل ثرو اكسسوري باسوي وريترو جريد ثرو. الله اعلم الله اعلم الله اعلم انها ممكن تكون ريترو جريد ايفي نوت موست بروبلي او انذر اكسسوري باسوي. يبقى وانت بتفكر ممكن العيان ده يكون عنده تو اكسسوري باسويز او بما انه ده ليفت انترولاترال ففي وقت كويس انه ينزل البريماتور بيتس او التاكيكارديا بيت ستارتنج على الاكسس باسوي فروم ذا ليفت اتريوم تو ذا ليفت فنتريكل ويلحق يرجع يلف يرجع فين؟ في الريترو جريد ايفينوت. في الريترو جريد ايفينوت تمام؟ تعالى بقى هات لي طبعا دي تحقيقا رغبه الجماهير. هنجيب هنرجع تاني عشان دي كانت اخر واحده ورا الحقيقه من احلى الحاجات اللي انا جات لي في كونسلتيشن. احنا وقفنا هنا خلاص احنا خلصنا دي. لا اسيبك من دي ما اخدش على الاحمر. لا ما خلصتها دي ست دي مش فاكرة ده خلصنا دي صابرين
دي ما كناش قلناها. انا عارفه بس هي قلنا زيها مش مهم. I love this one. خد يا عزيز، خد يا حبيبي، يلا اديكوا صحيتوا. مين عزيز؟ 12 ال ECG showing wild complex tachycardia. ايوه. One the right bundle morphology. Yes. وفي capture beta في بس خلاص تبقى ايه يا جدع؟ اخيرا. This is ventricular tachycardia of a patient. دكتور وجدي يلا كمل يا حبيبي. هو يلا كمل مع الدكتور وجدي. الاكسس. يعني واخده رايت بند المورفولوجي فانت بطلع من اللفت. ايوه الاكسس بيقول لك الاكسس. لا ليفت اكسس لا اكتر من كده. اقل من يعني ماينس اكتر من كده. This is left axis. This is a ventricular tachycardia of left axis. هو العيان بنرجع للمنظومة الأولانية إن لازم كنت أقول لك العيان ده عنده إيه. العيان ده كان عنده dilated cardiomyopathy. فthis was ventricular tachycardia with structural heart disease. لكن شبه الدكتور وجدي بيقول عليها اللي هي الفاسيكولار تاكيكارديا with normal heart. ده كان سؤال الدكتورة اللي إحنا صلحناه. وإيه الدليل كمان على إنها فاسيكولار؟ هي مش فاسيكلة يا دكتور وقتي. لا يعني هنقول يعني تبقى نارو ايوه والاكسس ليفت اكسس والليفت وعندنا نوعين للفاسيكلر تاكيكارد. This is not فاسيكلر تاكيكارد but الفاسيكلر تاكيكارد differential diagnosis لما تلاقي رايت باندل وليفت اكسس او رايت باندل ورايت انفيرير اكسس. الكومن رايت باندل وليفت اكسس وناروش ليه؟ لانها جايه من هيسبركنجي فايبرز وبتنزل من وان اسمها ايه لم انتي جدا بتاعها هو يعني انا شايف ان هي مش بقول هي تبقى بابيلاري ماسل بيتي لان هي وايده شويه عن الفيسيكولار بيتي فهي هتبقى طالعه من بوستير بابيلاري ماسل انتي جدا. لا هي هقول لك بقى العيان ده احنا عملنا له ايبيكارديال فيتي ابليشن. ايوه هو كان دايليت كارديوميوباثي كل شويه بيجي لنا في تي. هو كان مركب اي سي دي بالمناسبه وكان بياخد دي سي شوك كتير. وهو ده على الميديكال تريتمنت كمان. فاحنا دخلنا كوناه لانه دايركت كارديوميوباثي لازم تكون جاهز بالابيكارديال ابروتش. عملنا اندوكارديال ماب ما لقيناش سكار فكان ده يعتبر كان اول حاله ابيكارديال في تي في الدرجاش بتاع طنطا. برافو عليك. ده عيان this is 45 دي بس يعني حاطه لكم كده يعني غلاسه يعني 45 year old patient diabetic عنده ischemic cardiomyopathy post inferior wall myocardial infarction complaining of chest pain. ده مستوى ماجستير. انا والله the ECG at rate of 75 beat per minute showing narrow complex QRS regular and deep T wave inversion will lead V2, V3, V4 and V5. تمام. Mostly يعني anterior. Ischemic. يعني العيان كان عنده inferior وجابت له cardiomyopathy وجاي لك بالاي سي جي ده. You have to exclude ischemia. ده اسمه ايه؟ مين؟ كان حد قال لي ايه؟ اسمها ايه بقى ساين؟ انت اللي كنت قلتي صح؟ اوكي ده كانت كده بس يعني عشان نرفرش الحاجات الحلوه جت. تحب الحاجات دي تشوفها ولا لا؟ طب قول ده ايه؟ عزيز مين عزيز؟ صلاح؟ خد يا صلاح يلا.
first did the surface ECG showing this is 34 year old male female patient with recurrent palpitation. Yeah. Short PR interval. تمام. في delta wave. Yes. Positive في 2 و3 و ABF يبقى mostly هتبقى anterior. Yes. Transition من between V3 and V4 يبقى mostly right. Yes. Right or septal. ده يمشي right antroceptal أو right anterior accessory pathway. Patient is in normal sinus rhythm and he is fully pre-excited ECG. She was a female وإحنا فعلا كوناها. She had a right anterior accessory pathway. Wow, I like this one. ده ولد عم 13 سنة complaining of palpitation. 6 year duration presented to the emergency room with this ECG. عايز حد من الدكتوراه بقى يقرب قومي يا محمد قومي انت ايه وليد الدكتوراه اه وليد مستخبي ليه؟ شريف ده ماجستير شريف سوري معلش معلش 12 lead ECG showing now complex tachycardia, yes. Regular. Mm-hmm. I guess the long RP tachycardia. Yes. Differential diagnosis. بقى احنا قلنا شو ميت مرة. Differential tachycardia, typical AVNRT. أيوة. Sinus tachycardia. Could it be sinus tachycardia? Never. Never. Never to be sinus tachycardia. البي ويف اهي انا اوريكم البي ويف اهي انفرت 2 و3 واي في اف البي ويف انفرت اهي وفي 1 اهي بوزيتيف اهي هو قال لونج اربيتا كيكارديا صح وشاف البي ويف اكسس اهو وحط الديفرنشال دايجنوست يس طيب ماشي ما هو الديفرنشال دايجنوست انا مش عايزك تقول اكتر من كده كده صح صح يا شريف الولد ده خد ادينوزين وحصل كده ها في اول حته انا كاتبه لك ده 6 ملغ ادينوزين التاكيكارديا تيرمينيتد كويس ورجع ساينس وبعدين شايف ايه بريماتور بيت وساينس ساينس براديكارديا هي وينت انتو ذا تاكيكارديا اجين كويس وبعدين قام ادوله 12 ملغ ادينوزين ده طفل عنده 13 سنه كانش المفروض ياخد 12 ملغ ده كان عندنا في دار فؤاد يا رؤوف تعال بقى قرب عشان اسالك يلا ده هنا ممكن نبتدي نحاول نجد يعني ايه يا ترى ده ايه يا ترى ده ايه طبعا ده we did not هو ابوه كان متردد جدا ما رضيش يعمل ابليشن معانا يعني ولا مع غيرنا فما اقدرش اقول لك الميكانيزم ايه لكن this في child could be atrial tachycardia بس مش متاكده قوي انها تبقى كده could be كوميل accessory pathway كوميل type of accessory pathway وبنشوفها نادره الحدوث لكن بنشوفها for a child ان انت تشوف rate grade P wave كده يبقى على طول تبتدي تفكر atrial tachycardia until proved otherwise otherwise ده هو ايه atypical AVNRT او PJRT لو كانت atrial tachycardia هنا دي ادينوزين كنت هعمل AV block واشوف التاكيكارديا شغالة فبالتالي ما كانتش كده يعني هي sudden termination sudden termination ده يمشي اكتر ان هي يكون AVRT والبي ويف ال بتاع بوست ريسبتر ريجن بالظبط بس يعني يمكن عشان غيرت الميكانيزم ان اللاست بيت اللي تبكارديا الشورت عن اللي قبليها ممكن تكون بي بريماتيور برضه ترمينيتد تاكارديا فده يمكن كلو على ان دي ريالتها يعني السايكل الاخرانيه شورت عن السايكل اللي قبليها هو الادينوزين بقى اشتغل وراح يمكن ده ينوع عن ان الميكانيزم قد يكون ريالتها لأن لا لو أي حاجة تانية شورتر سايكل دي كانتش تكرار تمام
اللي انا حبيت اوريه لكم ان هو لما راح السيسيو تمام انا شفت الفيديو كويس وكان بقى خلاص ابتدى ما اعرفش بيقولوا بقى ساعتها اي في كوردرون ولا ايه عشان ما يدوش ادروزم يعملوا هارت بوكتيل. ايه البيت دي؟ البيت دي عباره عن ساينس بيت والبي ار انترفال تولد من الواتيفر ميديكيشن ابتدى ياخده ولفت ورجعت في الريترو جريد بي ويف دي ودي اللي كانت بتكمل التاكيكارديا. فانا كان يعني تقديري ان ده غالبا هيبقى اكسسوري باسوي هنا لان 2 و 3 و اي في اف نيجاتيف كويس وما كملش لان الاي في نود از اوريدي بلوكد بالميديكيشن اللي الشاب بياخده. هو بير كيلو جرام بودي ويت بقى تحسبها بس ما هو ما هو الستة كان كويس هي بس التكيكارد اللي فضلت تظهر كانت تدي ستة وتدي ستة تانية انها وقفتها هو بيوقفها ما بيمنعش حدوثها فهي الستة وقفت معاك ليه تدي له 12 ما انت شفت ال 12 عمل ايه This is another ECG of another patient okay this is العينه دي هارت ريت 87 ها مين يا ابني يا رؤوف تعالى قرب هنا لا هنا سعيد كمل معايا دي ده سهل على فكره ده سهل ست عندها ايه 72 سنه عندها هايبرتنشن وبيجي لها اتاكس اوف بالبيتيشن اكسس تو بي ويف ايوه نيجاتيف اكسس في 2 و3 وفي اي اف صح وفي ايه تاني في 1 شكلها غريب شويه وشكلها طول و بالظبط الفوكس بتاعتها مش اللي هي الابر فوكس بتاع الساينس نود الساينس نود از على هيئه دمعه كده وبتبقى سب ايبيكارديال وبتبقى من فوق لتحت ممكن الساينس فوكس تتغير شكلها ما هيش مشكله تمام؟ البالبيتيشن عشان كان بيجي لها حاجه شبه كده ايه ده؟ طب دكتور كولين هو اللي هو ايه الريزم بتاعها على ريت 80 او حاجه معنى كان الساينس نايس نود بتاعتها ديزيست يعني لا مش معنى كده خالص هي الفوكس دي اعلى شويه وعلى 87 وخلاص انا ما عملت لهاش حاجه طب ايه ده بقى ايه صح ما تقرح بيروف بقى لا اديك كلمتين على الهوا وهيتسجلوا وهينزلوا على اليوتيوب ايوه برافو عليك رؤوف جاوب 12 lead surface ECG showing a regular rhythm I can't denote P waves it's irregular most probably it's atrial fibrillation طيب الكنترول فنتريكولار ريزم يا اما نتيجه انت ميديكيشن بتديها يا اما اي في نود ديزيز عند العيان و و وده وما ننساش ان انا كاتبه لك ستروك ها ف يعني تعرف ان هو ده الاي اف بتاعه اللي عامله الستروك وده اللي بيدخله في الكاتيجوري انه لازم ياخد بروبر انتي كوجوليشن واو ايوه يا شيخ يلا يا رؤوف جاوب ده كان محجوز عنده مين كان محجوز عنده؟ كنت انا في عيادة اطفال This is a 12-lead ECG showing right bundle branch morphology right bundle branch block morphology خلاص كده انت I'm sorry left bundle branch block morphology left bundle branch block morphology ها نعم هو بيقول في بي ويفز انا مش شايفاها This is the initial R يا حبيبي اللي هو بيقول عليها بي ويفز مش بي ويف ده اول R بتاعته لما تكون حاجه مش عارفها
بتنزل تشوفها في اخواته. واحنا التملي بيبقى سيمالتينيوس، يا بسيمالتينيوس ثلاثه شانلز مع بعض، يا سيمالتينيوس سته شانلز مع بعض. فيبقى هنا انت عندك اخواته مين اللي تحتيه، يبقى ذيس از نوت بي ويف. وعشان تعرف مثلا الحته دي ريتوريتي ويف ولا كومبلكس ولا ايه، ترجع برضو تبص هو كومبلكس هنا انتهى فين. سام تايمز السبريد اوف ذا سيجنال وذين ذا مايوكارديوم تبقى ملخفنه، بعض الليدز بان نارو وبعض الليدز بان وايد قوي. فانت بتشوفها في الوايدست ليد وتقارن بقى وتبص تشوف من ايه فايده ان انت بتعملها سيمالتينيوس تشانلز. عشان كده Yes, I do agree with you. إن إحنا شايفين هنا معانا retrograde P wave هنا هو، which is correct. دكتورة أمنية متعلمة في مكان حلو عندنا عند شمس. Yes. طب كملي معايا أمنية. You will get it. إحنا دول بيتسي showing irregular white comets like هي left bundle morphology. وعندي retrograde P wave دي show طب بيتا كيكاودي. هاي العين ده بعد ما خلصنا هو كان بياخد ديس شوك باي ذا واي، ادوله الديس شوك وبعد الديس شوك جاب الاي سي جي ده. طيب هو من الطبيعي ان الطفل يحصل معاه ابيرنس يا امنيه؟ بس ممكن تكون مهايم. ايوه برافو. ذيس از ا مهايم تاكيكارديا ونورمال اكسس معاها، نورمال اكسس ليفت باندل، تيبيكال ليفت باندل مورفولوجي. لو خدت بالك من في 6 احنا هنا الكاليبريشن عشان يحط الثلاثه مع بعض بيعمل هاف كاليبريشن، فخلي بالك. فذيس از ليفت باندل برانش بلوك تاكيكارديا ان ذيس تشايلد والاندرلاينج اي سي جي بتاعه نورمال، تمام. فعندك حاجه من حاجتين، هل من الطبيعي ان الطفل يجي له ابيرنسي؟ لا، لان الاي في نود والكوندكتيف سيستم بتاعه اللي بتعمل لي اقول عليه حريقه يعني صوت جامد جدا. لكن هو عنده حاجه عامله منظر التاكيكارديا دي اللي اسمها مهايم فايبرز، وكان بياخد عليها دي الشوك. واحنا كوناه في الدمرداش انا ولاميا اللي شخصته كانت رنده. ارجعي تاني يا حاضر. طب انا لو قلت لك دي كود بي رايت فنتريكولر اوت فلو تراك بس وليد وان يس 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 ترانزيشن عند لا ماشيه معاك. انا كنت مشخصه زي حضرتك كده يا دكتور وجدي، واللي قالت التشخيص صحيح كانت رانيا سمير، وكان بقى احنا داخلين بقى نشوف مين اللي هيكسب انا ولا رانيا، بس رانيا اللي كسبت. رانيا كسبت. التشخيص ان انت يجي لك عيل بليفت باندل برانش انفنت، الواد كان عنده 4 شهور انفنت بليفت باندل برانش بلوك تاكيكارديا، انا اول حاجه افكر فيها فينتريكولار تاكيكارديا زي ما الدكتور وجدي قال كده. واول حاجه افكر فيها تاني لان دي شفناها معاهم في وحده النيوداتولوجي والاطفال، تيومر على القلب بيعمل فنتريكولار تاكيكارديا. فانا اول حاجه ايه ده ليفت باندل ده هيبقى رايت فنتريكولار تاكيكارديا، ده عنده تيومر في الهارت. عملنا ايكو، عملنا سي تي، عملنا بتاع، مفيش. والواد كل شويه ياخد دي السوك، هاتوه بقى نعمله اي بي. مش من الكومن براكتس ان الواحد يعمل ابليشن لطفل عنده 4 شهور، لكن كتر الدي سي شوك اللي كان بياخده كان بيدفعنا ان احنا نعمل حاجه. وطبعا هاي كونسنت وبيبقى هاي ريسك. دكتور اسامه مش الانفنت الطبيعي يبقى في عندهم زي الميتوفرايد باندل؟ الانفنت الطبيعي هو الاي سي جي بتاعه ده اللي هي ان الرايت فنتريكل يفضل بريدومينانت زي ما انت شايف اهو، فده الاي سي جي الطبيعي بتاعه. مش هتقول عنده اسكيميا في بالظبط، ما هو ما انا حطيت لك البتاع بتاع دكتور اسامه رفاعي معانا. ايت يير اولد ميل بيشنت عامل كابت من 7 سنين، هايبرتنسيف دايابيتيك كومبليننج اوف بالبيتيشن. دي انا واحد المساعدين تحدينا بعض فيها، هو كسب وانا خسرت بس بنبسط. حاجه مين هيقول تشخيصي ومين هيقول تشخيص الالفي؟ ها مينا تعالى. مينا طب حد الدكتوراه بقى تعالى هنا. تعالى وليد سلام. يلا يا عم. تولد ليد سيرفيس اي سي جي، ها
في نارو كومبلكس ريجولر تاكيكارديا. يس. لونج ار بي تاكيكارديا. يس. بصي اتريال فلاتر فيرسس اتريال تاكيكارديا. اختار واحد من الاثنين. شوف انت هتختار زي فلاتر، يبقى انتوا كلكم اشطر مني. صح، ده انا قلت اتريال تاكيكارديا وما شفتش البيوف الثانيه، بس الحقيقه ايه، كنت عايزه اعرف العيان ده عنده ايه، فاخدت عملت له كاروتيد مساج. فكنت مبسوطه ان انا عرفت اعمل كاروتيد. لا انا جبت واد نايب كان هيموت العيان. هو فين النايب اللي عمل لي كاروتيد مساج ده؟ هو اكيد قاعد هنا. لا والله يقول لي لاتر، بس واد تقيل ايده مذبه. لا مش ممكن. انا ما انا جبت الواد النايب بتوع النهار اسود بطل خلاص تشخيص. انا غلط، انا قلت ايه التكيكات، انا كنت شايفه البيوف الثانيه، بس الشباب بقى بيشوفوا احسن مني. حاضر. شايف توكي ويبس كده من بره. وانت بقى الشباب بقى اسامه فليت فليت 3 فليت 3 اه اهي اسامه نقرها اهو ما شاء الله عليك يا اسامه. سقفوا لاسامه. اسامه لسه شباب، انا ما كنتش شباب يومها، كنت زهقت من عيشتي في. ليه يا جماعه مش اكتبك اتركارتيا؟ انا قلت اكتبك اتركارتيا، فجبت العيان قلت له تعالى بقى ايه المستشفى. جبت المستشفى، جبت واد ايده زي المذبه، عمل كاروتيد مساج، راح حاطط العيان اسيستد امبالت ايه ده. العيان كان انتي كواجليتد. العيان ده شوف، انا عايزه بس اقول قصته لان دي من الحاجات اللي بنتعلمها. 80 سنه كابج من 7 سنين هايبرتنش دايبتس، جاي لي بالتاكيكارديا دي بقاله فيها 6 شهور. حد شخصه انه اي اف وقال له خلاص عيش بقى بالاي اف، واداله انتي. هو خدمه في حاجه انه اداله كوردارون واداله انتي كواجليشن. فلما جالي كان ويل انتي كواجليتد. العيان ده كان من الصعيد، من صعيد مصر، وراجل يعني 80 سنه. ساب العيان بالتاكيكارديا دي 6 شهور لحد ما الليفت فنتريكولار فانكشن ابتدت تتعب. فانا قلت له لا، انا شايفه قدامي حاجه لازم اعالجها، يعني مش ممكن اسيبك بالهارت ريت ده. هارت ريت 150 6 شهور لعيان اسكيميك 80 سنه كونتينيوسلي، يعني يعني ايه ده؟ طب لو يا مهبت انت شايفه الويفز دي ويفز دي، ليه تقولي انت فلاتر مش توكيت؟ هم الشباب بقى بيشوفوا زي اسامه حلو. بس عايز اقول حاجه، عايز اقول عشان البي بي ريت اهي اهي. لا بس اهم من الريت ال 150. لا اهم من 150 بيز لاين. الفلاتر ويف دي ما فيهاش بيز لاين. انك توبك هتلاقي بيز لاين، هتلاقي دي ويف وبيز لاين. ما انا قلت بقى اخدش تحدي مع الواد اللي سالني. هي دي من ضمن الحاجات فاللي احنا شايفينه ان هو الكاروتيد مساج هي ديمونستريتد البي ويف اللي حضراتكم شفتوها وانا ما كنتش شايفاها. فبين لنا السوتوس ده والكومبلكس فين وفين لما كان بيظهر. الحمد لله اتاكدت ان انا التشخيص صح. هنا اهو لو ناخد بالنا برضو اهي بي ويف او فلاتر ويف، مش هنقول بي ويف هنقول فلاتر ويف. فلاتر ويف الهارت ريت 300 والكوندكشن بتاعنا على 150. وتملي ابدا زي ما كنا بنتعلم دكتور ممدوح العاشر رحمه الله عليه ان 150 دي يبقى ايه؟ اترا فلاتر. خد هنا الديس شوك الحمد لله بسم الله ما شاء الله، ورجع العيان ساينس. طبعا انا عملت له فولو اب بعد عده شهور، الاجكشن فراكشن بتاعه اتحسن والعيان يعني هي بيكيم انذر بيرسون. اوعى تسيب عيان بتاكيكارديا 150 6 شهور ان هو اي اف، يعني طبعا لانه هو اتخدم انه خد انتي كوجليشن، فانا ما عملتلوش تي اي. انا برضو لازم نذاكر كويس ونطبق اللي احنا بنذاكره. مش معقول تجي لكم عيانين اي اف بقاله يومين وشاب ونورمال وبتاع تي اي، لا الجايد لاينز ما بتقولش كده. او يجي لك عيان فيري ويل انتي كواجليتد بقاله بروستاتيك فالف والاين ارم متظبط وكل حاجه، تقول لي اعمل لك تي؟ لا. فيعني ارحمونا شويه. عاطف مريم، قوم يا مريم جاوبي، اديها الميكروفون يا امين. That one needs surface ECG showing regular white complex tachycardia with right bundle morphology.
ها وبعدين في ريتروجريد بي ويفز باينه في كذا بيت في باينه في 3 وفي 2 مش موافقه معاك مش موافقه معاك This is why complex tachycardia, right bundle morphology. The axis ايه يا دكتورة عندك اهو الاكسس اهو بيقول لك اهو الاكسس اهو ده اود اكسس 222 الاكسس 222 دي في نومنز لاند دي ولا ايه يا اسامة فين في الحتة دي نومنز لاند اود اكسس اود اكسس ورايت بندل وتاكيكارديا وهو هو الاس جي بيقول لك بيساعدك يقول لك في انفير انفاركشن 2 و3 واي في اف كتر خيره لكن ما فيش ريتروجريد بي ويف بس في فينومنا ثانيه اللي هي ايه ايوه هات البتاع ايوه بتوع الدكتوره يظهروا في في اي ديسوسيشن ويتش از باثوجنومونيك اوف فينتريكولار تاكيكارديا يا مريم ماشي ايه الحاجه الثانيه هات حاضر لا يا بي لا لا ده this is an ischemic cardiomyopathy very wide bizarre بالحسن ده اسرائيلي تونسي او جزائري وعايش في اسرائيل وهو الكتروفيزيولوجيست وقابلناه في احدى المؤتمرات وهو بيحب اول ما يشوفنا يتكلم معانا ان هو يعني بيتكلم معانا عربي مش عبري بالحسن ده بالحسن الاكسس بتاعه بيبقى ثاني اوت اكسس زي ما انت بتقول كده 150 او 200 نواف ومعاه رايت بامب برانش بلوك وده يعني يخش يعني اذا ما كانش هو يخش في الديفيشن دايجنوز الكلو كمان اللي عندي فيه دكتور بتاع الديفيشن بتاع المورفولوجي بتاع الكبير وثانيا الكونكوردنس باترن في الزود ريز ده كونكوردنس باترن ما يجيش ابدا في اس بي دي مع زي ما شايفين كله بوزيتيف مفيش ترانزيشن فهو يعني ما هواش بالحسن انما دي اي سي جي اوت اكسس مع رايت باندل يخش في الديفيشن هو عندنا كارديوميوباثي فده ستراكشر هارت ديز هو بالحسن وصفها في نورمال هارت عشان كارديوميوباثي وذيس از وايت كومبلكس الكيو ار اس كومبلكس بتاعنا 210 بالحسن بتبقى الفاسيكولار تاكيكارديا اللي جايه من البركنجي فايبرز ف ما بتبقاش وايت كده انما بقول لك ودي اود اكسس اكتر منها تكون ليفت اكسس تاكيكارديا ده الاي سي جي بتاعه بعد الدي سي شوك برضو ركبنا له اي سي دي هذا المريض عاطف يمكن بيتردد علينا كثير برضو من العيانين اللي محتاج يعمل ابليشن بالكارد This is his underlying ECG after DC shock. This is عاطف يوسف اهو اللي لو نجد هنا فيه ده برضو من ضمن الحاجات اللي انا احب حد يعلق عليها لان ممكن يجي لك الاس جي ده يا ماجستير يلا يا رؤوف صحح اخطاء بالنسبه في اور انترفال هي برولونج شويه يس يس طبعا احنا عاميينه كوردرو عاميينه كوردرو كده ده كده انت خدت 1/10 من اي سي جي عايزه فول احمد جمال قوم فول اي سي جي ريبورت هتجيب في فايندينجز كتيره 12 بيت سيرفيس اي سي جي ايوه شوينج ساينس ريد ايوه بي ار انترفال حوالي 240 ملي سكند يس في الويفز في الريليز يس في ليفت اتر ابنورمال ايوه البي ويف يا ابني انت ناسيها ليه البي ويف دي بتقول لك ايه الجزء الثاني منها في 1 اللي هي ايوه الثانيه وايد شويه ايوه ليفت اتر ابنورمالتي يس وتاني كيو تي انترفال ايوه كيو تي انترفال از نورمال كوركتيف ايه كوردروب مش جايب معانا في جاب والله يعني لا مش بالضروره مش كل الناس والله يعني الانطباع ده انا مش على قد ما نستخدم كوردرون الفيلم بتاع اللون كيو تي ميزان كينيدين زمان يمكن تشوفها في الناس اللي بتاخد تاكور اكتر من الناس اللي بتاخد كوردرون يعني بالبراكتس كده الفيلم على اللون كيو تي مهواش ده شاب جالنا عنده 19 سنه
وكان عنده شورتس اوف بريث وكان الهارت كان جاي لنا عامل تي اي وجاب لنا ابوه من بلد برضو بالاي سي جي ده. حد عمله تي اي قال له انت عندك ليفت اتر ابندج ماس ومهم يعني خد انتيكواجيليشن جت الماس كده كان جاي لنا بقاله سنه بهذا النظم. هتكمل معايا ولا هتخلع؟ لا هتكمل غصب عنك بقى كمل. 12 اي بي سي جي يس شوينج فلاتر ويف فلاتر ويف فاريبل بلوكس اوكي وفيري سلو كوندكشن كمان اهو تمام. طيب نوع الفلاتر ده ايه؟ كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز ولا تيبيكال ولا اتيبيكال ولا ايه؟ ها ما قلت لك كمل. طب هات يا سهام منه. ها كاونتر كلوك وايز كاونتر كلوك وايز تيبيكال اترال فلاتر نيجاتيف ان لي 2 3 اي في اف بوزيتيف ان في 1 ويز ها دي مسكش ساين ونما ما تصعبش الدنيا عليا انا حافظ الطب بالعافيه. ايه ساين دي؟ روح روح ادرسها لوحدك. This is the negative flutter waves. احنا مش هنقول بي ويف بقى. This is negative flutter wave. Flutter rate 300 واعلى. و negative 2 و 3 و اف اف بوزيتيف ان في 1 in normal structure heart patient. This is counter clockwise يعني عكس عقارب الساعه. ومش هشرح لكم ليه لان اكيد دكتوره رانيا في الاي بي اس في اخر اليوم هتقول لكم يعني ايه كلوك وايز كاونتر كلوك وايز. تيبيكال اترا فلاتر هنعمل ايه؟ احنا قلنا لابو الواد حاجتين. احنا هنكمل الولد ده واحنا مش متاكدين ان الاي في نود بتاعته سليمه. This boy 19 سنه has this very slow اي في نودر كوندكشن تمام؟ وما كانش بياخد ادويه. كويس؟ فقلنا له خلي بالك يا عمي هناكل الولد ده لكن احنا محضرين بيس ميكر ستاند باي يمكن لما نخلص هنركبه له في نفس الجلسه. طيب شوف بقى حصل ايه في الولد. طب ليه ما نديلوش ميديكال ثيرابي الاول يعني نعمل ميديكال كونفرجن نجرب معاه عشان احنا خايفين من ان الولد بقاله سنه جاي لك كده لسه هتجرب معاه ميديكال كونفرجن لسه هتجرب معاه وجاي لك بالفيري سلو ريت يا سعيد. انت لو اديته اي ادويه تانية هتجيب له اسيستولي. انت هو ناقص هو ناقص الولد ده الحمد لله بس انا ما كملتش التريسنج بتاعه. يعني in the presence of possibly left atrial thrombus what would you like to convert him? انا اساسا اديته انتي كواجيليشن وجبته تاني عملت له تي اي وتاكدت ان هو ما فيهوش حاجه. اللونج تايم اللونج بقاله اكتر من سنه بالحكايه دي ومحدش بيعمل له حاجه. هو عنده ديسنيا محدش بص على الاي سي جي قال ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل في الولد ده لكن هو فعلا كان كده. دي ريال ستوري. الشاب ده جبناه بعد ما عملنا تي وتاكدنا الليفت اتر مفيش ليفت فري ليفت اتر ابندج فري وكوناه الاتر الاتر فلاتر. بعد ما كوناه الاتر فلاتر عملنا الكتروفيزيولوجيكال ستادي لتو تيست فيز اس نود اند اي في نود لقينا فيهم نايمين. أم عملنا ايه يا امنيه؟ كملناها عملنا ايه؟ انت كنت معايا في الحاله دي. انا مش فاكره يعني ممكن تكون دي حاجه فارماكولوجيك عشان نشوف انوانس بس ايه النودال كوندكشن بالظبط. اللي احنا عملناه ادينا له اتوبين. انا قلت لا ده عيل صغير 19 سنه ركب له بيس ميكر مدى الحياه يعني ايه؟ يعني يو هاف تو ثينك ان انت مش لازم تعمل كل حاجه في الطب لازم تتاكد ولازم تبقى يعني ايه؟ فارم لنفسك شويه عن تركيب اي بيس ميكر في طفل او شاب لانك انت حكمت عليه بالاعدام مدى الحياه. هيفضل يتابع بيس ميكر مع مشاكل بيس ميكر مع الانفكشن يروح مدينه نصر التامين الصحي واحد من الشباب اللي ما بيعقمش عدل يجي له انفكشن ويرجع لنا تاني عشان يشيله. ويا ريت تسمعوا الكلام ده تمام. اذا انت لازم تحجم نفسك تفارم لنفسك ان انت تركب البيس ميكر موجود قدامي محضره في الاوضه وقايله لوالده وماضي كونسنت وكل حاجه تمام لكن لازم تفكر بره شويه الاطار. اللي حصل ايه؟
ان الولد ده من كتر التاكيكارديا ما عنده حصل اكزوشن ايفنت. اكزوشن ايفنت عملنا له ايه؟ لما ادينا له الاتروبين وابولشت الفيجال افكت، فابتدت الساينس نوت تفوق، الايفي نوت تفوق، وعملنا له اي بي ستادي لقيت ان الاس نوت فانكشن نورمال، ايفي نوت فانكشن نورمال. قلنا لابوه مع السلامه فور فولو اب. اون فولو اب هي ريكفرد، كل شيء نورمال، باك تو نورمال، من ان التاكيكارديا فضلت بيرسيستنت فور 1 يير. الواد غلبان وليه؟ لان ما حدش فكر انه يعمل له رسم قلب ديسنيا. طب يا ابني حط ايده على البلس، اه ما حلو، اه مش عارف كده. فديس وان من حكايات الحياه. والعيان ده كونها في الدمرداش، كانت غالبا كنت معانا. اوكي، ده استاذ ميخائيل عنده 64 سنه، هايبرتنسيف دايابيتيك، presented with frequent fainting attacks. ولو خدت هيستوري اكتر، وهو نفسه لا ماشي ماشي. هو الحقيقه كان مركب اي سي دي، جاي مركب اي سي دي، كان مركبه برضه في احدى البلاد العربيه فور برايمري بريفنشن، ان هو كان اسكيميك ابدايت كاردينوباسي، كان مركب سنجل تشامبر اي سي دي. واللي احنا شايفينها دي، ده عشان بس تكت ستوري شورت، عشان لو في حاجه تانية ظريفه احب اوريها لكم قبل ما الوقت يخلص، ان هو كان عنده فعلا اتريال تاكيكارديا، وكان مركب ديوال تشامبر اي سي دي، فقدرنا نقرا ان هو عنده اتريال تاكيكارديا. طبعا ما كانش كانديديت فور سي ار تي، لان كيورس كومبلكس عنده نار 124. كان ماشي على ميديكيشن، وكان اللي بيساعدنا في تشخيص هذا الريزم هو الانتروجيشن اوف هيز اي سي دي، كان مركب ديوال تشامبر اي سي دي فور برايمري بريفنشن. خلاص ده انا هريتكم ايه تفتكرت. طيب دي بنوته اسمها بسمه 16 سنه، و جايه برده العياده، دكتوره شوفي رسم القلب، بيقولوا لي رسم القلب بتاعي ده في حاجه، ايه الحاجه اللي عندها؟ ساقط ساقط ساقط. بس ادي اول النواب اللي هيسقطوا، اسمه مين؟ عزيز رؤوف. اهو دكتوره يزهر، قوم بقى قوم بقى يا وليد سلام. لا مصطفى سوري، معلش ما هم الاثنين قاعدين من بعض. قوم يا مصطفى، مصطفى حلها وهيقول هو حلها ازاي. يلا يا عم. تقول بليد سيركس اي سي جي هارت ريت اباوت 110 ماشي. موسكو بيتس اور ساينس ريزم، في بيتس كده المورفولوجي بتاعها مختلف، شورت دي ار انترفال وديتا ويب ووايت كومبلكس، يس مش موجوده في كل ليزيان، فده موصلي انترميتنت بريك زاريشن. وير از ذا اكسسور باسيف؟ لازم طبعا نحدد مكانها. الانفيريور ليدز بوزيتيف، فدي كده انتيريور، يس. وفي طبعا الدول ار في في 1 غالبا رايت انتيريور. ايه؟ ليفت انتيريور سوري. ده انا كنت اقولها تطلع الاول، سحبتها. هو لو ناخد بالنا ان في 1 عندنا هنا نورمال كوندكتد بيت وذ بري ار انترفال برولونج اند بري اكسايتد بيت شورت بي ار انترفال. المشكله في مينا ان هو بيشخص من ذاكره مش من الاي سي جي. واول ما شاف كده قال لك ايه هو ايه ده بي في سيز؟ لا يو هاف تو جيف، تاخد نفس عميق وتبص ليد ليمب ليد 1 2 3. اوكي في بي ويف وفي كيو ار اس شكله غريب شويه، وهنا شكله اغرب، وهنا شكله مش مظبوط. وبعدين في نفس الريتم مش تبص على ضربه واحده. هو اللي حصل ان مينا بيشتغل اللي هو سناب شوت، سناب شوت في الاي سي جي هتضيعك. لازم يبقى عندك شايف الاي سي جي، شايف المكنه، المكنه احسن منك. المكنه بتكتب اسم العيان والسكس والويت والهايت واتعمل امتى وتسجل امتى. دي هو الطب. الطب مش ان انت تعمل سبوت دياجنوز، الطب اللي انت تعمل دوكيومنتيشن. دوكيومنتيشن ان انت تكتب اسم العيان وسنه والتاريخ، اذا ما كانتش المكنه كاتباه انت تكتبه، لو المكنه غلطانه تكتبه انت. وبعدين الهارت ريت هو قال لك اهي 100، بي ار انترفال هنا من كتر انها متغيره المكنه ما عرفتهاش، كي ار اس كومبلكس هو شاف عمل لك متوسط، ده مش مظبوط. هنا بقى مشيت انت في ليمب ليد 1 بي ار انترفال، هنا باينه مش هنا باينه قصيره، هنا باينه طويله. الكومبلكس هنا كومبليتلي نورمال اند نارو، يبقى الكومبلكس ده اكيد ان هو مش طبيعي. تكمل بقى، طب اي في ار شكله ايه؟ نفس القصه،
اي في ال نفس القصه، في درجه طبيعيه وضربات ساينس غير طبيعيه. لما وصلت ال في 1 اتضحت الرؤيه. This beat is sinus native conduction. This beat is sinus but conducted through something which causes this configuration, which is an accessory pulse with short PR delta wave. بص على الدلتا، الدلتا ساعات ما تبانش في كل ليزي نفس الشكل. الدلتا هنا واضحه اكتر في V5 and V6 لانها على الليفت سايد. فكل ما تبعد، كل ما الالكترود يقرب على موقع الاكسسوري باسوي كل ما هيظهر لك، فهو هنا ظاهر لك. So this is a left sided accessory pathway. طب left anterior ولا lateral ولا it is left anterolateral تقريبا negative delta V AVL and 1 and positive inlead 3 and AVF. So this is a left lateral accessory pathway intermittent pre excitation. بص يا حبيبي، عايز اقول حاجه. في فرق بين intermittent pre excitation وفي حاجه اسمها latent pre excitation. انترنت بريك ساتيشن في الغالب كل ما تعمل اي سي جي لازم تلاقي دي بريك ساتيشن. الليت بريك ساتيشن باي مانوفرز، يعني بمانوفرز تعطل الايفينود باي وسيله فالبريك ساتيشن يظهر. وده حصل عندنا في حاله بتفتكر البنت اللي جايه من بنها، ايوه اللي كان بيجي لها سيكوب، واحنا بنعمل استادي عادي، ايوه حصل الايفينود ديلي وبدا يحصل بريك ساتيشن ديلي، وجالها اي اف واديناها دي شوب. دي كانت اول حالات عملناها سوا دكتور. فانا عايز افرقوا بين الانترميتنت بريك والانترميت بريك ساتيشن. في الغالب يبقى ليفت سايد. ليه بقى ليفت سايد؟ لان الرايت سايد هو البريك ساتيشن ده محصله بين ايف كوندكشن واكسس باس واي كوندكشن. الرايت سايد الفرق بين الاثنين فرق كبير، فبالتالي البريك ساتيشن ما بقاش انترميتنت. يعني الرابيديتي بتاعت الاكسس باس واي والايفي نودال ديلي الفرق بينهم كبير، فالبريك ساتيشن يفضل موجود على طول. الليفت سايد الاكسس باس واي عشان توصل له لازم تعدي ليفت ايفي، فيبقى الفرق بينه وبين الايفي كوندكشن فرق بسيط، فبالتالي ممكن يبقى انترميتنت نتيجه اي شيء، نتيجه حزق، نتيجه سترين، نتيجه حاجه، يبقى البريك سايد يظهر في الوقت ده. ففي الغالب الانترميت بريك ساتيشن اكتر في الليفت سايد اكتر من الرايت سايد عشان الديفرنس بينهم. ده مستوى ماجستير. ده سعيد عايز يقول حاجه. لو كانت بي في سي كانت وراها كومبنساتوري بوز، انما هنا كل في حاجه اسمها انتربوليتد بي في سي ممكن يحصل انها تقف في النص. رد عليك برضه. مينا بقى عشان تنجح، يلا انجح في السؤال ده. يلا مينا. Right lead surface ECG showing normal sinus rhythm. أيوة. تقريباً heart rate around 65. أيوة. Right bundle French block. بس. بس. ناقص لك نمرة. Right bundle branch block left axis. هو قال لك الراجل اهو. Border line left axis مع right bundle وfirst وال PR interval. ده يعني ده باي فاسيكلر بالظبط. ده حاجه سهله. طب لو البي ار برولونج ده معناته ايه؟ رايت فاسيكلر. بي ار تكبر اون ذا اكسبنس اوف ايفي نود نورمال، يعني لما تلاقي ليفت اتيري بلوك ورايت باند باش بلوك باي فاسيكلر. برولونج بي ار مش معناها رايت فاسيكلر بلوك بالضروره، انما يمكن تقول رايت فاسيكلر بلوك لو العام ده جاله الفشل. هو سمع فين؟ الكوندكشن سيستم في اتش في انترفل اللي هي سبيركينجي كوندكشن تايم اللي هو في الانذر فيسكل هو اللي طول. انما البرولونج بي ار قد تكون ايفي نودل ديزيز مع بايستيكل ديزيز. وتستيل لو عملت ايه بتاع ده لقيت الاتش في انترفل نورمال يبقى ده ما هوش ترافيك سيكل ديزيز. ستيل في ايدي ايمن عشان صح اخطات. معاك. ادم تعالى لي هنا. فنقول ترافيك سيكل ديزيز لو العيان عنده فانكشن او عنده ليفت انتريك ايفنتس تفسر البرولونجيشن اوف بي ار. الاي سي جي ده انور هيجاوبه. استاذ مراد يلا. 68 يو. اي سي جي شونج ريجولار على انترفال وذ وايد كومبلكس كيو ار اس. ايوه. اند فنتريكولار سبايك. يس. فلود باي
يعني ventricular activity and left bundle branch like morphology indicated the lead in the right ventricle and negative in the QRS in 2, 3 AVF indicate LX. Okay. ناقص لك حتة. B wave absent. B wave absent meaning AF and لا. P wave is present. وهي P wave مش باينة؟ عارف؟ لا طبعا انا عارفة لان العين ده بحطه على المكنة. The P wave is present وهي ال P wave very هي بص بقى لازم تدور عليها في كل حتة. This is the P wave V6 اهي. ولولا ان انا عندي البروجرامر ولولا ان انا بقرا الجهاز كنت اقول زيك ان ايه ده مفيش بي ويف. لا there is a بي ويف اهي اهي اهي. لا this is not atrial fibrillation this is a في distinct بي ويف اهي small صحيح diseased atrium يعني بس he has a side atrial sensing ventricular pacing this is a dual chamber pacemaker in this. هنا بقى انا وقفت البيسميكر قلت بقى اما اشوف ايه اللي بيحصل ما انا اشوف انا عايز اشوف الاندرلاين ريزم ايه بقى ده بوست بيسينج تي ويف انفرجن اسامه جه بوست بيسينج تي ويف انفرجن ويتش از نوت اسكيميك وانا حتى يعني الحقيقه انا بعته عمل سي تي انجو طلع نورمال لان انا قلت ايه ده لا يكون عين اسكيميك خفت زيكم كده لكن دي بوست بيسينج تي ويف انفرجن بيبقى الميموري بتاعه البيسينج ذيس از هيز اندرلاين ريزم لو تاخد بالك ذيس از ذا سيم بي ويف اللي احنا شفناها وهو هو ممكن العيان يبقى كومبليت هارت بلوك ويستعيد الكوندكشن بتاعه ات سام بوينت اوف تايم يس يس ما يجيلكش بقى العيان يقول لك الحمد لله العيان مشي لا العيان ما مشيش العيان موجود احنا هنا لما ركبنا البيس ميكر العيان كان عنده كومبليت هارت بلوك وذيس از هيز ده هنا زي السودو فيوجن مع لما حولنا ان احنا نوقف الجهاز والتيو كونفرجن ده اوكي ده شاب طفل انا هخلص بقى دلوقتي عشان اسامه جه ده طفل كان في اس دي كلوجر بعدها جاله كومبليت هارت بلوك وركب دي 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 بيس ميكر وكان كل ما يجي العياده يقول ابوه وامه الواد ضربات قلبه سريعه ها بيس ميكر مديت التاكيكارديا لان هي الطفل بساينس تاكيكارديا او بيحصل ان هو بيجي منه ريتروجريد بي ويف وبيحسها ويقوم يدخل في بيس ميكر مديت تاكاردا والطفل ده ما تحسنش لما انا حولت له جهاز في في اي حولت كل حاجه بالبرمجه ما ينفعش ان انا حولته لفي في اي طبعا البيس ميكر مديت التاكيكارديا بتحط عليه الماجنت او تحوله يقوم يقف السنسنج بتاعه ويرجع يقوم تقف هذه الخاصيه فهنا اتر سنسنج فنتيكولار بيسنج وكان قدامي بيدخل فيها فبالتالي ان انا وقفتها دي هخليها اخر حاجه لان دي حاجه من الحاجات اللي جات لكم في امتحان الدكتوراه لسه واحنا صلحنا السؤال ده This is stress test تاني عشان تشوفوا اهميه الستريس تيست جاوب بسرعه مني عشان هنختم دلوقتي stress test showing TVG او showing white complex tachycardia regular white complex tachycardia with different axes most probably bidirectional دي كاتيكولومينرجيك بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا induced by stress test in this young girl او this is a medical student 24 year old she received beta blocker very good dosage عملنا stress تاني لقيناها ان هي بتروح اشكركم ده دلوقتي الساعه 11 تعالى طب ساعتين افتح الميكروفون يا بيو يلا خلاص احفظ سجلت